المقبرة التاريخية للأرمن في جولبا تحتوي على آلاف الأضرحة، أحجار منحوتة بشكل صليب تسمى خاتشكار، عليها تأريخ قرون مضت لشعب حي. روبرت كير بورتر فنان إنجليزي وعالم آثار، في 1819 زار جولبا ويصف المقبرة بالشكل التالي: ثلاثة تلال مغطاة بالقبور، الواحدة جنب الأخرى، صخور عمودية تتجاوز ارتفاعاتها بين المتران ومتران ونصف. بصعوبة شديدة تجد صخرة غير منحوتة نحتت بشكل صليب، قديسين، ملائكة، طيور وحيوانات وغيرها. الصخور المنحوتة تعود لثلاثة أزمنة: الأولى من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر، الثانية من القرن الرابع عشر إلى الخامس عشر، والثالثة تعود لبدايات القرن السادس عشر. الأحجار وردية وأخرى صفراء، لها نفس العرض من الأعلى للأسفل. المقبرة شاهد حي يثبت أن جولبا كانت مجد أرمينيا منذ القدم. مارديروس ساريان الفنان الأرمني زار المقبرة عام 1914 وكتب: اندهشت للقيمة الفنية والنحت القديم الرائع للخاتشكار، إضافة إلى التشكيلة الرائعة، وفي نفس الوقت انصدمت عندما شاهدت بعض منها محطمة ما بين سكك الحديد للقطار. في عهد الاتحاد السوفيتي المقبرة كانت جزء من أقليم ناخيجيفان الأرمنية، لاحقا ضمت إلى أذربيجان، لكن الجهات المسؤولة للحفاظ على الآثار في تلك الدولة أهملتها، والأسوأ من ذلك استمروا بتحطيم أحجار الخاتشكار الواحدة تلو الأخرى، حطموها إلى قطع واستخدموها كمواد إنشائية. التحقيق والاستقصاء الذي أجراه الغريم آيفازيان حول المقبرة خلال السنوات 1971 و 1973 تبين أن هناك متبقي تقريبا 3000 خاتشكار، ونفس الرقم تم تأكيده من قبل الدكتور مراد هاسراتيان والمؤرخ الفني زافين ساركيسيان عام 1978 خلال زيارته منطقة جولبا. في 1998 السلطات الأذرية بدأت بتحطيم مقابر جولبا بواسطة البلدوزرات، وبدأت تتخلص من الأعداد الهائلة من الأنصاب الأرمنية التي كانت بمثابة هوية توثق أرمنية المنطقة وتكشف الحقائق التاريخية. حتى اليونسكو أثبتت بعدم تمكنها من حماية ذلك الإرث الثقافي من الإبادة،
والذي يعتبر جزء من أرمينيا. الصور التي التقطت في خريف 2002 أظهرت بأن في مقبرة جولفا الشهيرة لم يعد هناك أي خاتشكار، لم تكن هناك حدود للفضائع التي ارتكبت، حيث استأنف المخربون الأثريون من تحطيم المقابر بين 10 و14 من كانون الأول عام 2005. بمساعدة المئات من الجنود المدججين بمطرقات ثقيلة ومعاول، يحطمون الخاتشكار ويحولونها إلى كومة من القطع الصغيرة، ويحملونها بالشاحنات القلابة، ومن ثم يرمونها في نهر أراكس. وهكذا أخيرا في عام 2005 تمكن الآذريون من تحقيق أهدافهم الذي كان يخططون لها لسنوات طويلة لإخفاء التلال الثلاثة للخاتشكار. عدة علماء آثار ومتخصصين بالتاريخ ومن مختلف دول العالم كان لهم شرف لمشاهدة والإعجاب ودراسة الأنصاب التذكارية الرائعة لجولفا، وهكذا حرموا كلا الجيلين الحاضر والمستقبل من فرصة التعرف على ثقافتهم الروحية في جولفا. مرة أخرى، هذه الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بأيدي الأتراك أو إحدى القبائل التركية المدعوة آذري أو أذربيجان في عام 1170، أمير يولغوز التركي أحرق أكثر من 10,000 مخطوطة في أقليم باغابير. في عام 1915 شباب الأتراك أبادوا 1.5 مليون أرمني بين 1998 إلى 2005. آلاف الخاتشكار حولوها إلى ركام من قطع صغيرة في جولفا. بغض النظر عن الفترة، الأتراك ورجال القبائل من أتباعهم الآذريين استمروا بتقديم الدمار المرعب للعالم المتحضر. في بدايات آذار 2006 سلطة ناخيتشيفان أسست قاعدة عسكرية على موقع مقبرة جولفا. إلى متى ستستمر هذه الأعمال البربرية؟ يجب أن نتذكر دائما ما كتبه الكاتب الرائع فيكتور هيغو، كلمات نبوية: الأتراك تركوا في هذا الأرض الخراب، والصباح تمطر في كل مكان، أليس من الأجدر أن يضع حدا لهذا الخراب؟